السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. فيديو جديد كيف ديما أخبار ديال النادي ديالنا. حاليا الإخوان حسب المعلومات ديالي مهدي مبارك كاين في المغرب، كما كنت قلت لكم قبل مهدي العين تافقوا مع الرجاء، ومبارك يعني كانت مفاوضات معاه على بعض الأمور اللي غتكون في الكونترا بطبيعة الحال. فالأمور للعلم حسب العلم ديالي دازت بخير الحمد لله، يعني مهدي مبارك قدو نشوفوه اليوم بنسبة كبيرة ان شاء الله كيوقع. هذا الاخوان غادي نعود نأكدها بين قوسين، هذا كيعني ان وسط ميدان غادي يخرج من الراجع، ديجا كنا تكلمنا عليه. هذا كيزيد يأكد ان وسط ميدان غادي يخرج من الراجع. نحاولوا ان شاء الله الاخوان في فيديوهات اللي جايه اكيد المعلومات لا تكون عندنا نحطها لكم. كذلك كنحاول نتاكد من واحد الخبر اللي كما تكلمت عليه البارح في اللايف ديال بول المهاجم السنغالي ديال وجده، لان واحد الصحفي رجاوي الاخوان البارح راه شفتوه كان تيلوح واحد الفيديوهات ولا ستوريات مع السريديه. وانا كنت قلت لكم قبل من اللايف وقلت لكم في اللايف، قلت لكم راه الاخوان راه الراجا تكلموا مع السريديه باش يدخل ويحيدوا بول البركان، يعني كان متفق مع بودريقه في الاول، من بعد دخلات بركان قنعت اللاعب. حاليا الراجا استخدمات سريدية اللي حسب المعلومات ديالي غادي يغير الوجهه ديال البول من بركان الراجا. نتمنوا ان شاء الله الامور تدوز بخير، نتمنوا الصراحه هاد الصفقه نحيدوها لهم. راه كما كتعرفوا الخوت بركان وليتي اي لاعب كتبغيه كتحيدو لك بسهوله. نتمنوا النادي بقياده بودريقه ينجحوا ان شاء الله في هاد الصفقه، وكيف ديما غادي نبقاو متبعين اي جديد في اي مفاوضات حتى يسيني اللعاب يا اما كتفشل المفاوضات. وشكرا الاخوان لكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.